شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى بركة الله. نبدأ والجلسة الثانية، ويشرفني فيها أن يكون في رئاسة الجلسة أستاذ الدكتور عمرو ياسين وأستاذ الدكتور حسين، وهما غنيان عن التعريف يعني. طبعا أنا في حل أن أنا أبدأ بشكر الدكتور محسن وقسم الأمراض الصدرية، أنتوا اللي يعني هتقدروا بقى مدى الشكر، لكن أنا حاسس بالمجهود اللي اتعمل في قسم الأمراض الصدرية من المجموعة المنظمة للمؤتمر ورئاسة القسم وكل أعضاء مجلس القسم من الأساتذة وأساتذة المساعدين ومدرسين إلى أصغر النواب حتى العاملين في القسم. ويعني حظي برضه إن أنا يعني أتشرف بتقديم أستاذ الدكتور رائد المتولي، أحد أساتذة الاسم لكنه موست أكتف يعني. فاتفضل بقى دكتور رائد. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم كده in 10 minutes إن شاء الله مش هنطول، عن الأزمة management from emergency room to home. هنحاول ان شاء الله في نفس التايتل بتاع الورك شوب بتاعنا النهارده ان احنا نقول ايه البيت فولز بتاعتنا في المانجمنت بتاع الازمه، ويذر في الاكيوت اكسيرفيشن اور افتر ديسشارج. الاجنده بتاعتنا تشمل الترمينولوجي والابديميولوجي والديفينيشن والباثولوجي والاكسيرفيشن فاكتورز والاوبجكتيفز اوف ازما مانجمنت ورول اوف نيبولايزد بيوتوسينايد ان ازما اكيوت ازما اكسيرفيشنز ورول اوف نيبولايزد بيوتوسينايد ان ازما كنترول ورول اوف بيوتوسينايد بلس فورمترول كومباينيشن ان ازما كنترول. من زمان من 1989 والجمله دي موجوده في التكست: ذا بيست تريتمنت اوف ستيتس ازماتيكس از تو تريت ات 3 دايز بيفور ات اوكيرز. وطبعا كان ايامها الترمينولوجي ده المستخدم اللي هو ستيتس ازماتيكس، وده الايم بتاعها ايه؟ الايم ان انا ما استناش لما الاتاك تحصل وابدا امانج الحاله، ده الايم. وده برضه بيعكس اول بيت فولت احنا بنشوفها او بنقابلها في البراكتس بتاعنا، ان العيان لما بيجي لنا في الاستقبال الامرجنسي روم باكيوت اتاك اوف ازمه بياخد الميديكيشنز بتاعته ويظبط يبقى كويس، وياخد برونكودايليتورز وريشن ثيرابي ويروح وداوت اني كنترول ميديكيشنز، ويجي باتاك ثانيه بعد يوم او اثنين او ثلاثه والعيان نفسه بقى متعود على كده وخلاص. فيا ريت ناخد بالنا من اول بيت فولز في المانجمنت بتاع الايه الازمه ازمه اكسيرفيشنز في الامرجنسي روم. كل ديت بقى المصطلحات اللي احنا قلنا، اول حاجه كان ستيتس ازماتيكس بيتقال عليها الاكيوت سيفير ازمه او الاكيوت اتاك او بزوت او الازمه في الاقراف او الستيتس ازماتيكس، كل ديت ترمينولوجي لحاجه واحده. بالنسبه للابيديميولوجي عشان بس عارفين حجم المشكله ايه، طبعا الاستاتس والاعداد والارقام عندنا تبقى قليله شويه، لكن لما نعرف بس ان في يو اس اي في امريكا عندهم 11 مليون بيبول عندهم ازمه اكسيربيشن بير يير، يعني كل سنه 11 مليون واحد، وممكن منهم 180 الف ديسيز بير يير وورلد وايد، يعني 180 الف واحد على مستوى العالم بيموتوا من ازمه التاكس اكسيربيشن بتاع الازمه على مدار السنه. وكل الكلام ده بيأفكت الكوست بتاع الهيلث كير سيستم، بيؤدي الى امبيرمنت في الكواليتي اوف لايف بتاع البيشنت، يبقى هانديكاب ولوس اوف تايم من الورك والسكول والاكتيفيتيز. كل الناس اللي لهم ناس قرايبهم او ابنهم او معرفه عنده ازمه وبيجي له اتاكس اوف سيربيشنز بيجد حجم المعاناه وحجم الايه المشكله اللي بيحصل منها. فاحنا لو العيان مش على كنترول الميديكيشنز بعد الاتاك اللي بيجي له، ده اوفر له واوفر للدوله من ان احنا نسيبه ونقول الدواء ده مثلا مش مناسب له او ما معيش يجيب او حاجه كده، لانه هيستهلك نفس الكوست ديت بس بايه في صوره امبيرمنت ان كواليتي اوف لايف. ديت معظم التريجرنج اللي انا المفروض انا ابقى اورينتد بيها وادي انستراكشن للبيشنت، لان دايما زي ما بيقول الوقايه خير من العلاج.
لو عيان موجود في سيتويشنز معينه وفيها سبيسيفيك تريجرنس وهو راح وخد التريتمنت وبقى كويس وبعد كده راح لنفس السيتويشن دي تتعرض لنفس الايرتنت او الانفيرمنتال بوليوشنز او الالرجنز او الحاجات دي كلها يبقى ما عملناش حاجه. يبقى اول حاجه ودي برده ميستيك بنقع فيها ان احنا ما نديش انستراكشن للبيشنت وما نقولوش خلي بالك من التريجرز ايه وخلي بالك من ايه ابعد عن الافويد التريجرنج فاكتورز بتاع الايه الاكيوت اتاك بتاع الازمه. ده بالنسبه للباثوفيسيولوجي بتاع الازمه اكسبيشنز. طبعا عندنا احنا عارفين ان الكي في الازمه ان جنرال الازمه از اكرونيك انفلاماتوري ديزيز. ديت الكورنر ستون في الديفينيشن والباثوفيسيولوجي والباثوجينيزيس والباثولوجي وفي المانجمنت بتاع الايه الازمه وذر في الاكيوت اكسبيشن اور افتر ستابلايزيشن اوف ذا كونديشن. دي كل الحاجات دي بتحصل في اكسبيشنز بقى بتزيد معاها البرونكوس باز ميوكاس بلوجنج ايرواي ايديما في كيو مس ماتشنج انكريز الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي وده بيؤدي امبيرمنت اوف ذا ديافراجماتيك فانكشن وفي الاخر البيشنت بيجي له بريسبيراتوري ماسل فاتيج وممكن يدخل بالاي سي يو لانه محتاج بنكرتي سبورت. ودي السلايد اللي احنا بنقول عليها ان ديت الكي بتاعتنا في الباثولوجي ان الازمه از اكرونيك انفلاماتوري ديزيز وبالتالي اللاين الاساسي في التريتمنت بتاع الازمه از انتي انفلاماتوري باي اني مينز سترويد وذر انهيلد كورتيكوسترويد ده الاساس الكورنر ستون وممكن نضاف عليها سيستميك دورنك الاكسبيشن بتاع الاتاك. الاوبجيكتيفز ايه في المانجمنت بتاعي؟ اول حاجه ان انا اشوف ايه الهاي ريسك بيشنت مين البيشنت اللي هو هاي ريسك اللي يجوا له اتاكس او اكسبيشن واعرف السيفيريتي بتاع الديزيز اي في اي كاتيجوري احطه فيها وبعد كده ادي له الابروبريت تريتمنت على حسب السيفيريتي زي ما هنقول بعد شويه. وبعد ما بديله التريتمنت بعمل ايفالويشن واشوف الريسبونس بتاعي للتريتمنت ماشي كويس ولا في مشكله ولا ديتيريتنج ولا امبروفنج. وبعد ما اخلص خالص والعيان بقى كويس وهيروح اهم خطوه في الموضوع كله بعد كده ازاي ابريفنت الفيرثر اتاكس لان ايه المشكله ايه الميزه ان هو يجي له اتاك وياخد علاج ويروح ويجي بكره عنده اتاك وياخد علاج ويروح وهكذا. ديت الانيشال اسسمنت بتاعي لما يجي عيان في الاي روم لازم اخد بالي من الفاريبلز دهيت والايتمز دول لان دول لهم ريليشن بالريسك اوف ازمه ريليتد ديس يعني العيان ممكن يضاي مني لو انا مش واخد بالي من الايه من الايتمز دي. اول حاجه اخد هيستوري لو ده نير لو العيان دهوت كان عنده نير فيتال ازمه ريكوايرنج انتوبيشن او ميكانيكال فنتليشن لو عنده جاله اتاك قبل كده وبرونكال ازمه وازمه اكسبيشن ودخل الاي سي يو واتحط على فنتليتور وخرج ده ريسكي وممكن يضاي مني في الاستقبال. تاني حاجة لو في بريفيوس هوسبيتاليزيشن او امرجنسي كير اوف ازمة في خلال اخر 12 شهر. لو ما هوش ماشي دي برضو دي بقى نقطة مهمة جدا وانا باخد منه الهيستوري لو ما هوش ماشي على كرنت اي سي اس او بور ادهرنس الاي سي اس ايا كان الاي سي اس اللي هياخده لكن اهم حاجة في الاخر يبقى فيه انتي انفلاماتري مينتنس انتي انفلاماتري ماشي عليه. تاني حاجة لو هو بيستخدم قريب كان ماشي على اورال كورتيكوسترويد دي معناها ان كان في عنده اتاك قريبة موجودة. بعد كده بيستخدم السبا اللي هو شورت اكتنج بيتا اجونست بكميه كبيره ده معناها ان الاتاكس موجوده. بعد كده لو في صادن سيفير اتاكس حصلت له بالرغم ان هو ماشي على تريتمنت اللي بنسميها بريت الازمه يعني عيان ماشي وماشي على كنترول ميديكيشن وبنفس الوقت بيجي له اتاكس برضه الاكسبيشن ده عيان لايبل انه يدخل في نير لازمه ريليتد ديس. لو في لاك اوف ريتن ازمه اكشن بلان يعني لو ما فيش عنده بلان ماشي عليه مش عارفين احنا مع شرطين الخطوات وخلي بالك لما توصل للسيمتوم الفنيه تعمل ايه وما عندوش بيك فلوميتر في البيت يعرف هو في اي زون جرين ولا ريد ولا يلو. ولو في عنده فود اليرجي في حاجات بقى سوشيال ثانيه لو البيشنت دوت في عنده سايكولوجيكال بروبلمز او اوبيستي او في عنده نون كومبالنت للتريتمنت ولو في سيلف ديسشارج او في مشاكل اخرى لازم نسال عليها برضه. ده الاسسمنت بتاعي بيشمل الميديكال هيستوري والفيزيكال اكزامينيشن ولازم مع دول يكون في حاجه اوبجيكتيف بقيس بيها ما تبقاش القصه قصه اراء واجتهادات والا كل واحد هيقول العيان ده بقى كويس يروح والعيان واحد تاني يقول لك لا ده لسه ده محتاج ادميشن وهكذا. الهيستوري العيان لما بيجي في الاستقبال لازم اخد اعرف التايم بتاع الاتاك قد ايه والسبب بتاعها ايه والسيفيرتي زي ما هنقول بتقسم على مايلد او مويرت او سيفير وهل في انافلكتيك مانيفستيشن ولا لا والفاكتورز اللي احنا قلناها قبل كده ريتد الازمه ديس وهل هو ماشي على تريتمنت قبل كده ولا ايه كل الحاجات ديت لازم اسال عليها ايه في الهيستوري. الفيزيكال اكزامينيشن ودي حاجات برضو مهم جدا لان ممكن تبقى مز مننا
وفي المانجمنت ناخد بالي من الفايتال ساينز هي الاساس عندي ريسبيراتوري ريت لان ده انديكيتور لوحده لو العيان الريسك بتاعه فوق ال 35 ده ان داخل في ريسبيراتوري فاتيج وممكن يحتاج امبندنج ريسبيراتوري فيلر ممكن يدخل على فنتليتور او اي سي او نون انفيزيف فنتليشن فديت مهم جدا الفايتال ساينز مهم جدا الكونشس ليفل وبريزنس اوف ساينوزس يوز اوف اكسس تو ماسلز لان ديت لو انا وجدت فيهم الكرايتيريا ديت دي معناها ان العيان دوت النيد فور اي سي يو ادميشن الابيليتي تو كومبليت سنتنسز ويزيس نوت ا جود ماركر فور سيفيت زي ما احنا عارفين ان الويزيس ممكن تبقى ابسنت والعيان فيه تايت شيست وهو جاي اكيوت سيفير اتاك ولما بياخد التريتمنت بتاعه يبدا يبقى في ويزيس دي علامه كويسه ودي برضه من البيت فورس اللي انا ممكن اسمع العيان بلاش عليه حاجه اقول له العيان ده كويس كومبليكيتنج فاكتورز لو العيان جاي بكومبليكيشن زي النمونيا او اتليكسيس او نيموثوركس وديت لازم محتاجه ايفالويشن كويس في الاكزيميشن وفي الانفستيجيشن ولو في اي ديفرنشال دايجنوستيك اخر لان دي برضه من البيت فورس والمشاكل مش كل عيان بيجي في العنايه في الاستقبال وجاي بينهج او جاي حتى بيزيق في ويزيس مش لازم يبقى ازماتيك ممكن يكون حاجه ثانيه ممكن يكون كاردياك ازمه او هارت فيلير ممكن ابر ايروي اوبستراكشن وفورم بودي اسبيريشن في سبيشال في التشيلدرن ممكن يكون انافيلاكسيس انجيوديما ممكن يكون حاجه بالمور امبوليزم ودي برضه ويزيس فلازم الديفرنشال دايجنوزيس يبقى في الاول صح يحط بوسيبيليتيز واكسكلود اذر بوسيبيليتي والعيان الشرح الصح في الاول والا كل الخطوات مبنيه على باطل هيبقى هو باطل. طيب ايه بقى حاجات الاوبجيكتيف؟ ايه سند ايه؟ ايه عندي مقاييس عشان حتى فور دوكيومنتيشن عشان لو في مساءله بعد كده انت خرجت العيان ليه او دخلته ليه يبقى عندي في دوكيومنت موجود عندي والكلام ده المفروض يكون موجود في كل الاستقبال ويكتب في التذكره بتاع المريض لو هو ديستشارجد هي ايه؟ هنعرف ان هو ديستشارج عشان كذا ولو هو هندخله عشان كذا. اول حاجه البيج اكسبيراتوري فلوميتر وده سهل جدا وبالصيد وسهل يتعمل والبلس اوكزيميتر عشان نشوف الساتوريشن وده شكل البيك فلوميتر. الاي بي جي مهمه جدا عشان ايفالويت الاكسجينيشن وايفالويت الهايبر كابنيا لو موجود يبقى العيان داخل في ايه؟ في تايب 2 ريسبيرتوري فيلير لان المفروض عيان الازماتيك يبقى تاكبني في هايبر كابنيا وفي هذه الحاله بيدخل في السيكول بتاع ايه؟ بتاعت الريسبيرتوري فيلير ميتال سبورت. الشيست اكس راي ما هياش روتين لكن انا بطلبها عشان اكسكلود اذر كوزز واكسكلود الايه؟ الكومبليكيشن زي النيموثوركس والحاجات اللي احنا قلناها. الديفينشال دياجنوز بتاعي عندي السي او بي دي والاير ويز والحاجات اللي احنا قلناها برضه من شويه. ديت الايفالويشن بتاعي وانا بحط العيان في اي كاتيجوري من دول لو هنا فيه الحاجات دهيت توك انفريزس والبريفير سيتنج والكلام ده كله مش هنقعد عشان بس الوقت هنقول الايتمز بسرعه يبقى ده مايلد او مودريت. لو الامور مور ديتيريوريتنج واجيتيتد والريسبيرتوري فوق ال 30 يبقى سيفير. لو لايف ثريتنينج يبقى معناها ان في دراوزنس او كونفيوجن ستيت او سايلنت شيس او راديكال دول اهم حاجه دول ما يخرجوش من دماغي. يبقى لما اجي اعمل ايفالويشن للعيان في الاي ار لازم الفاريبلز دهيت ادور عليها الكورشس ليفل بتاع البيشنت اخباره ايه؟ بريزنس اور ابسنت اوف سنترال ساينوزس والسايلنت شيست وبريزنس اوف راديكال. لو كده على طول ادخل الاي سي يو. لو في حاجه من دول مفيش مشكله عندي وقت شويه اشوف الامور تمشي ازاي. الاوبجيكتيف اسسمنت خلاص انا زي ما قلنا بالاي بي جي والبيك كيلومتر والام بتاع الاساسي في المانجمنت ان انا ريليف الايروي اوبستراكشن والهايبوكسيميا از كويكلي از بوسيبل وبعد كده ريستور لانج فانكشن و طيب البلان بتاعي دي خريطه العيان اللي بيجي لي زي ما قلنا اهوت لو هو موجود فيه دراوز كونفيوجن ستيت ده هو سايلنت شيست دخله في الاي سي يو لو ما فيش بحطه في كاتيجوري مايلد او مودريت او سيفير ولو بقى اعمل ري ايفالويشن تاني لو امبروفنج يبقى ديشارج ولو ديتيريتنج يبقى هندخله عندنا. النقطة المهمة هنا ان العيان السيفير في الاكيوت اكسربيشن بيتضاف له انهيلد كورتيكوستيرويد بلس الاذر ميجرز بما فيهم الاورال والانترافينس كورتيكوستيرويد يبقى الانهيلد هنا اسينشال ومانداتوري ان هي تكون موجودة في الاستقبال عشان البيشنت برضه يستفيد منها. زي ده برضه نفس الدياجرام هنحاول بقى عشان بس الطيب هنعدي دول كده ويا ريت الدياجرام دوت او الفلوت شارت دي تكون موجوده في الاستقبال وحسب البيشنت هيبقى موجود ونبدا نحطه في اي كاتيجوري. طيب بعد ما العيان خلاص احنا حطيناه في الكاتيجوري بتاعته والعيان هيخرج فلازم يبقى فيه فول اب فيزيتس ولازم يمشي على ادهرنس للميديكيشنز واديله انستراكشنز للافويد الريسك فاكتورز. اهم حاجه زي ما بنركز عليها النهارده اللي هي الاي سي اس ان هي الاي سي اس وقلنا دي فائدتها ان هي بتحسن اللوكال انتي انفلاماتري وفي نفس الوقت بتحسن الاكسبريشن بتاع البيتا 2 اجونست على مستوى الريسبتورز
وبالتالي البيشنت بيستفيد من البرونكو دايركتور افكت كمان، مش على قد ان هي انتي انفلاماتوري وخلاص. والامينوفيل اللي معاش له رول دلوقتي معاش بيتاخد. ونقطه مهمه، العيان لما يخرج هيخرج على الاورال استرويد لمده 5 تو 7 دايز والريفر ميديكيشن اي تي اس. وزي ما قلنا ان البيودوزينايد له رول في الاكوسفير اكسربيشنز. وايضا عشان بس انا يعني هقول بس التايتل والكونكلوجن وخلاص، ان في سيفرال ستادز عن البينفيت بتاع البيودوزينايد سواء انهيل لوحده في الاكوت اكسربيشنز اور اون كومباينيشن مع الفورمترول كمينتنس ثيرابي بعد العيان ما بيخرج. دي هنا برضو ان البيودوزينايد مع الفورمترول بيتاخدوا مع بعض از مينتنس كنترولر اند ريليفر، وده النقطه موجوده في الجايد لاينز بتاعت الجينا زي ما موجود هنا اهوت. دي الستبز كلها بتاعت الازمه، ودي اللاينز بتاع المانجمنت بتاعتنا كله في الاي سي اس، وهنا بنضيف عليهم الايه الانيشال اي سي اس مع الفورمترول كريليفر بالاضافه للكنترول. ولا يعني ايه، عشان بس الدكتور عمرو بيشاورني كتير فانا هكتفي بكده، وهنقول بس ان احنا ايه الكونكلوجن الاخير بتاعنا. دي طبعا دي كلها ستادس كلها الايم بتاعها زي ما قلنا، الايم الاساسي بتاعنا ان انا لما بستخدم الهاي دوز من الانهيلد استرويد في الاي في الامرجنس روم في الاكيوت اتاك بتاع الاكسبريشن، ده بيحسن الاوت كوم بتاع البيشنت وبيقلل الري ادميشن تاني للهوسبيتاليزيشن مره تاني. ده اللي احنا عايزين نقوله لو في اي حاجه. شكرا دكتور رائد. هنستاذن حضراتكم الدسكشن هتبقى في اخر السيشن بحيث يبقى الاسئله كلها مجمعه. دلوقتي ان شاء الله على حسب الجدول اللي جالنا